سيد رئيس الحكومة في برنامج حوار قال لهم عطيوني 6 شهور نغير المنكر في هذا البلاد، عطيناه عام ونص وما غير المنكر ولا هو المنكر. هذا الواقع. الواقع هو عاش مثل عيشه. نبغي الله يكون رئيس حكومة شكون يكون؟ نبغي الله يكون رئيس حكومة شكون يكون؟ نبغي الله يكون رئيس حكومة شكون يكون؟ شكون يكون هو رئيس الحكومة؟ لأن رئيس الحكومة اليوم عنده اختصاصات عمرها ما كانت عند شي رئيس حكومة أو شي وزير أول. ولكن مع كامل الأسف هاد الاختصاصات كلها اللي عطاها له الشعب المغربي. خرج جوج مرات فاتح ميته هو هز المطالب وطالبه الحرية النقابية. من عند من تيطلبها السي رئيس الحكومة؟ يطالب توا بالزيادة في الأجر. يطالب توا بتشغيل معطلين. رئيس الحكومة رئيس فاتح ما يطلب مش غتقول له كي غدير تفهم له أنه عنده اختصاصات وأمانة ومسؤولية ديال الشعب المغربي لأن هذا الملاحظة ديالو لا زال يشتغل كرئيس حزب مع كامل الأسف وفي التالي الفشل ديالنا نقولوا راه كاين تيعطلوا لنا إذا طلبنا جوج نقاط في جدول الأعمال نقطة ديال الوحدة الترابية ونقطة ديال الأزمة الاقتصادية باش نناقشوها علاش طلبنا نقطة الأزمة الاقتصادية؟ لأن فاش جابنا قلنا له شنو طريقة الإصلاح؟ شنو جبتو كحكومة؟ شنو جابوا لنا في المقترحات؟ زيادة في المحروقات وقال غادي تعاود معنا كل شهر نجيبوا 6 دريال 8 دريال حتى لآخر السنة يعني بالشهر اللي داز قلنا مرة نزيدوا شويش إيوا كي غنديروا في النقل؟ طوبيس، الكار، الكابيوس، السلاح، الخضرة تجي من أكادير طنجة شحال غتوصل البوطة اليوم راه زايدة ثمنها 4-5 دراهم في بعض المناطق لأنه النقل ونزيدو كيفاش؟ شنو آخر؟ قال لك البوطة كاس خسارة بدا تزاد مزيان شنو آخر؟ إوا السكر راه نقص في السوق العالمية غير السكر باش نهضرو عليه 67% كنا تنتجو إنتاج وطني اليوم هبطنا ل 26% لأن الناس تتشجع بحال الأدوية المواد اللي تتجي من الخارج نشروا مقر اليوم ب 10 مليار في باريس في باريس في باريس 10 مليار قلب باريس لان لما تنهضروا على الادويه الناس اللي تيجيبوا لنا الادويه من على برا تيبيع الدواء مثلا ب 30 درهم في تركيا و 30 درهم مثلا في فنزويلا في اي دوله ولكن حنا تيبيع لنا ب 300 درهم الناس جلسنا مع الناس اللي صانعي الأدوية بعد ما جاء رئيس الحكومة في البرلمان تيقول لنا غنقصوا 1000 دواء جابوا لنا محضر موقع عليه السيد وزير الصحة غتزاد في 2700 دواء الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى حتى هي اللي ما عندوش لا ميتيور تمشي للكامل وتمشي تشوف شي حاجة الأعشاب هذا وجه هذا وجهه مسكين ما عنده ما يديرها في ليو هذا المعطيشة مرة يدير البطاطا مرة يدير مسكين يعطى الله 30% اللي تتشري له ليبران ماشي 70 ماشي 100% المغاربة لا حول ولا قوة له قالوا لنا الراميد تمشي ما تلقى دواء وتيجي وتيقول 3 مليار درهم تخسرات على الراميد 300 مليار تندوخو في الرملية خرجوا من المؤسسات العمومية راهم معطلين هذا العام بقات 850 والعام الجاي غتولي 3200 والسبيطارات ما فيهمش الممرضين الممرضات يعني الأزمة يديها المواطن المغربي جينا قلنا له شوية التدابير الأخرى هذا خصو يجي ويقول راه هادشي ماشي هو هذا قال سيدي وعلاش ما نقش من الأجور الموظفين كلشي تلف كلشي دخنا ناش بينا نا وقف طارق بن زياد تيهضر طارق بن زياد تيهضر البحر من ورائكم الحكم امامكم قلت ما تقولوليش لا الا اقتضى النظر ديال البنك الدولي باش ما يحاسبناش نقصوا من الاجر وهذا ماشي تيتصنع فيه تبعتوا البرنامج في التلفزيون المغربي لما تزادت في الزياده الاولى المحروقات وطرحت عليه الصحفيه شنو غدير في اجور بعض الوزراء او المناصب الساميه شنو رد رئيس الحكومه في ذاك الوقيته قبل ما يكون المؤتمر للحزب قال له علاش ما قلتيليش داك 600 درهم اللي خلقت لنا الازمه نقصها الموظفين
ديال الزيادة الحكومة السابقة. داك الزيادة 600 درهم والعمل اللي قامت به الحكومة السابقة في ظروف صعبة هو اللي جعل السي بلكيري تكون رئيس الحكومة، وإلا ما كنتيش تكون رئيس الحكومة، كون بقات الأمور على ما هي عليه.